الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يجري في تركستان؟ كيف يستقبل التركستانيون العيد الأضحى المبارك؟ حديثي معكم في العناصر التالية. أولا، المسلمون في العالم يحتفلون هذه الأيام بعيد الأضحى المبارك تضامنا مع حجاج بيت الله الحرام، ويشاركونهم شعوريا بالدعوات الصالحات والتمنيات بالخير على الأمة الإسلامية. وأما التركستانيون يستقبلون هذا العيد بمزيد من الحزن والخوف والقلق على مصير الأهل والأولاد بسبب اعتقال أغلب أفراد الأسرة وإيداعهم إما في السجون أو في مراكز التأهيل الإجباري. ثانياً، المسلمون في العالم يملؤون المساجد والساحات لأداء صلاة العيد. وأما التركستانيون في الداخل فممنوعون من التجمع لأداء صلاة العيد أو غيرها من الصلوات بسبب كثرة الحواجز في الطرقات والتفتيش الذاتي في كل مرة وطلب إبراز الهوية الشخصية في كل مكان، لأن الحضور لأداء الصلوات يعتبر علامة للتطرف والإرهاب في نظر الاحتلال الصيني. وثالثا، المسلمون في العالم يرجون المساجد والساحات بالتكبير والتحميد والتهليل، وأما التركستانيون في الداخل فممنوعون من رفع أصواتهم بالتكبير الشرعي، لأن الاحتلال الصيني قد غير التكبير الشرعي إلى تمجيد الحزب الشيوعي ورئيس الحزب الشيوعي. رابعا، المسلمون الذين يعيشون في المدن الكبيرة يعودون بمناسبة هذا العيد المبارك إلى قراهم ومسقط رؤوسهم للاحتفال بالعيد مع أهليهم وأقاربهم. وأما التركستانيون في الداخل فممنوعون من التنقل بحرية بين المدن والقرى إلا بتصريح أمني خاص، وهذا حالهم في هذا العيد أيها المسلمون. وهؤلاء إخوانكم، لا تنسوهم من صالح دعائكم في هذه الأيام. أما حال التركستانيين في الخارج لا يختلف كثيرا عن حال التركستانيين في الداخل من حيث الشعور بالحزن، من حيث الشعور بالخوف والقلق على مصير الأهل والأقارب. وحديثي معكم عن حال التركستانيين في الخارج في العناصر التالية. أولا، المعروف في العالم كله وجود فرد أو أفراد من الأسرة الواحدة من الدول الفقيرة يعمل في الدول الغنية ويكسب لأسرته وأولاده، وهذا العامل وهذا الموظف يعتبر مكسبا ومغنبا للدولة والأسرة معا. وأما التركستانيون في الخارج يكفي أن يكون أحد أفراد الأسرة في خارج تركستان أن يكون تهمة وذنبا للأسرة كلها بالتطرف والإرهاب. وثانيا، العاملون أو المهاجرون الذين يعيشون في المهجر يعودون إلى بلدانهم للاحتفال بالعيد مع أهليهم وأقاربهم. وأما التركستانيون في الخارج فممنوعون من العودة إلى بلادهم، وإن عادوا فمصيرهم إلى السجن أو القتل. ثالثا، العامل أو الموظف في دول المهجر إذا لم يتمكن من العودة إلى بلده وإلى أسرته أو أقاربه، يتواصل معهم على الأقل هاتفيا
ويهنئهم بالعيد ويرسل إليهم الأموال لشراء الأضاحي ويحتفل مع أسرته عن طريق التواصل الاجتماعي. وأما التركستانيون في الخارج فممنوعون من التواصل ولو هاتفيا بأسرته وأقاربه في عصر التطور التكنولوجي. في عصر التطور التكنولوجي والتلفون موجود، والتلفون موجود عند كل واحد، ولكنه لا يستطيع التواصل مع أسرته، لأن هذا يعتبر جريمة في نظر الاحتلال الصيني. وأي واحد اتصل بأسرته من الخارج أو أحد أفراد أسرته يعتبر هذا الاتصال جريمة في حق الأسرة، ويعتقل صاحب الأسرة أو أفراد من الأسرة. ولذلك لا نتمكن من التواصل مع أسرنا. وأنا من ضمن هؤلاء الذين لم يتمكنوا من التواصل مع أسرتهم. منذ سنتين أنا لا أعرف عن أسرتي شيئا، هل هم أحياء أو أموات؟ هل هم في السجون أو في مراكز التأهيل الإجباري؟ أيها المسلمون، ألسنا نحن البشر مثل غيرنا من البشر؟ لنا الحق في أن نعيش، لنا الحق في أن نعيش فوق الأرض بحرية وأمن وأمان. لا تنسونا من صالح الدعوات. أراكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.